عمرك شفت فيلم عربي بيظهر فيه الممرض على إنه إنسان معطاء ومحترم؟ طب عمرك شفت فيلم عربي بيظهر فيه الممرض على إنه إنسان طبيعي، لا هو كويس ولا هو عاطل؟ أنت مقهور زيي؟ تعال أفهمك ليش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، وهذه قناتي، قناة مذكرات ممرض، نحكي فيها عن التمريض مهنة العظماء. بعد هذا الفيديو رح نعرف كم ضرتنا السينما والمسلسلات والدراما العربية بشكل عام. لو كانت أول مرة بتتابعني اضغط لايك للفيديو واشترك بالقناة واضغط زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هاند واشينج، البس جلوفز وتعال معي، بس لا تنسى الماسك. من المعروف أن السينما فن يقصد فيه الترفيه، لكن هذا الفن بنفس الوقت سلاح ذو حدين، ففي نفس الوقت اللي ممكن يقدم لك الترفيه ممكن يخليك تكره بعض الناس وانت ما في بينك وبينهم اي اشي. الفن عموما والسينما خصوصا في كل انحاء العالم انتجت صور نمطية عن مجموعات كثيرة من الناس، جايين من سواء جايين من بلاد معينة، سواء جايين من اعراق معينة، سواء بيمتهنوا مهنة معينة. ومن اكثر الناس اللي انضروا خصوصا من السينما العربية الممرضين. أستاذ التاريخ والدراسات الأفرو أمريكية البروفيسور جوزيف بوسكن من جامعة بوسطن الأمريكية بيقول أن الصورة الذهنية المبسطة للإنسان تعلق بالذاكرة وتزداد ترسخا كلما تكرر عرضها، ولا يؤثر فيها تغير الزي أو المظهر الخارجي لصاحبها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الصورة الذهنية لمجموعة من الأشخاص أو لقضية من القضايا أو لحادثة من الحوادث لا تلبث أن تتغلغل إلى الأعماق وتترك أثرا كبيرا في التصرف السلوكي للإنسان الذي انطبعت في ذهنه. يعني أنت اليوم شفت فيلم، في الفيلم في ممرضة مش كويسة، تكره الشخصية، بيعجبك الفيلم، راحت. ثاني يوم لقيت فيلم ثاني في ممرضة ثانية مش كويسة، وهكذا وهكذا وهكذا. بعد 15-20 سنة من شوفتك لهي الأفلام راح تصير أول ما تدخل على المستشفى مرحبا اضرب قبل ما تسأل قديش الساعة. وهذا اللي صار فعلا. في بدايات السينما العربية من أيام الأبيض والأسود كانت السينما تمثل الممرض على أنه إنسان خسيس، وضيع، فقير، ذليل، شغلته بس يمشي وراء الطبيب ويحمل له الشنطة ويحمل له السماعة ويحمل له الجاكيت ويفتح له باب السيارة ويقول له الله يخليك لينا يا بيه وبس. أما الطبيب فهو الإنسان الخلوق المؤدب، ابن عائلة، ساكن في فيلا، لابس بدلة وجرافة، سيارته حقها مليون، وبس بتطلع في المريض من بعد مترين بقول لها انت حامل في شهرين، لا مختبر ولا أشعة. هيك بدنا نلاحظ ملاحظة انه بعض الأعمال الفنية حقرت من حجم المهنة ووصفتها بالإهمال أو قلة الخبرة عن بعض منتسبيها، وبعضها والقليل جدا منها وصفوا الممرضة بأنها تنغمس في المريض وبتحمل همه وبتعيط عليه، ويمكن تروح على بيتها وهي لسه بتفكر في معاناته وآلامه، ويمكن إذا كانت أنثى تتزوجه أو إذا كان ممرض أو طبيب يتزوج المريضة بس لأنه شفق عليها. وهذا غلط وهذا غلط. أكبر غلط في السينما العربية في السبعينات والثمانينات إنهم صوروا الممرضة على إنها إنسان غير كفؤ، غير مؤهلة، مش دارسة، بس بتتدرب يومين ثلاث وبتنزل على الشغل عادي زي أي طبرجي. في أحد الأفلام بنلاقي إنه بطلة الفيلم لسبب ما صارت فقيرة، هي محتاجة للشغل، فراحت لواحد من جيرانها كان طبيب، فطلع فيها من فوق لتحت وقال لها اشتغل ممرضة معي. قالت له أنا ما بفهمش شي بالتمريض. قال لها أنت حلوة وتنفعي. وكأنه الشكل هو المقياس الوحيد لممارسة المهنة، وكأنه لا في جامعة بتدرس تمريض ولا في معاهد بتخرج تمريض. ظلت حتى نهاية الثمانينيات صورة الممرض اللي تابع للدكتور وبس بيأخذ منه أوامر. فمثلا في فيلم التخشيبة بطولة نبيل عبيد إنتاج 1984 بنشوف إنه الدكتورة بتشتغل وبتتعب ويمكن داومت ساعة زيادة، وإجاها مريض تعرض لحادث سير وبتضلها جنبه وبتسأل عنه وبتوصي الدكاترة بعد ما يخلص شفتها إنه يطمنوا أهله، وفي النهاية بتمر جنبها ممرضة لابسة قصير وحاطة مكياج، وبتيجي الدكتورة بكل أدب واحترام وبتبهدلها احترمي نفسك أنت ممرضة لازم يكون منظرك غير هيك. في أواخر السبعينات كان التركيز كله على صورة التمرجي
وليس الممرض، لأنه أصلا كلمة تمرجع معناتها بني آدم مش دارس وبفهمش ومش متدرب وعمره بدخل جامعة. التمرجع كانت شغلته بس ينظم الدور، ينادى على المرضى ويقرر مين يدخل أول واحد ومين الثاني وخلاص. في بعض الأعمال زي مثلا مسرحية أهلا يا دكتور بطولة سمير غانم إنتاج 1981، هذه المسرحية كان التمرجي أخبث خلق الله، كان يتحكم بالمرضى، المريض المستعجل أخليه يدفع الكشفية الدبل، وإذا مستعجل جدا بخليه يدفعها 4 و5 و6 أضعاف، وفي الأخير بفهم الدكتور أنه أنا بأخذ التسعيرة أو الكشفية اللي أنت حددتها ما ليشتغل. ألو؟ أيوة؟ أنا الموس، موس كبير الممرضين. أيوة دي عيادة الدكتور نادر. كشف عادي 10 جنيه، كشف مخصوص 20 جنيه، كشف مستعجل 30 جنيه، مستعجل 40 جنيه، فور وصول عادي 50 جنيه، بالمنظار 60 جنيه، وشاب 100 جنيه، والعمليات دي هتبقى خاص 200 جنيه. إيه اللي أنا تعبان من الكل مضروب يعني؟ طب ارجع جوجو وانا ادخلك اول واحد. ايه الجوجو ده؟ جوجو مين يعني؟ جنيه يعني؟ لا بسيط. يلا يا سيدي. بعد هذا المشهد كم من دقيقه بتلاقي جورج سيدهم اللي هو الطبيب الثاني زميله للطبيب سمير غانم بيقول له طب ليش ما تطرده؟ فبقول له انا مضطر له، انت عارف في ازمه ممرضين، في نقص بالممرضين. وفي بعض الافلام بتلاقي كلمه تمرجي عباره عن اهانه، زي مثلا فيلم على باب الوزير لعادل امام انتاج 1982. في هذا الفيلم عادل امام بيكون طالب طب تقريبا انهى السنه الخامسه، ابوه بينحبس تهمه ظلم، فبيضطر انه يشتغل عشان يجيب فلوس. شو بيشتغل؟ بروح لدكتور من اللي بدرسوه بالجامعة بيقول له خلينا أشتغل عندك تمرجي بالعيادة. لما الناس يقولوا له روح يا تمرجي، تعال يا تمرجي، بيقول منه لله اللي كان السبب، أنا أشتغل تمرجي كان ضايل لسنتين وبصير دكتور. شفت كيف النظرة الفوقية؟ أنت عليك الدور. شكرا يا باشا مرد. باشا تمرجي منكم لله اللي كنت السبب، كان فاضل سنتين وبقى اجدع من اللي قاعد جوه. ممكن تجيب لنا كوبايه ميه يا اخينا؟ كوبايه ميه؟ ايوه كوبايه ميه. حاضر يا اختي هجيب لك كوبايه ميه. اقصى نقطه تناولتها الدراما العربيه هي مساله عمل الممرضه في الليل، انه الممرضه ممكن تشتغل صباحي وممكن تشتغل سهر. فكانت في الافلام العربيه وحتى في المسرحيات العربيه اي وحده بدها تغلط او بدها تعمل الحرام بس بتقول لاهلها انا ممرضه وبتدور على حل شعرها بالعربي. من ايام مسرحيه شاهد ما شافش حاجه انتاج 1981 بطولة عادل امام، تعرفوها؟ هي كانت بتشتغل ايه دي؟ رقاصه في مستشفى في كباريه. ايه كباريه؟ قليله الادب يعني؟ طبعا. لا اله الا الله، وانا كنت فاكرها ممرضه، يوم اتضح انها رقاصه. نفس الفكره تقريبا تكررت بعدها ب 26 سنه في فيلم اسمه صباح وكذب بطوله احمد ادم سنه 2007. البطل انسان اعمى تضحك عليه واحدة، هي فعليا بتشتغل رقاصة، لكن لما يروح عشان يروحها أو يوصلها من الشغل للبيت بتقول له أنا ممرضة وانت جاي تأخذني من المستشفى. إنه يعني ما في حدا بيشتغل بالليل إلا الممرضات؟ ما في طبيبات، وفي بنفس المستشفى في محاسبة، في عاملات نظافة، وفي فنيات أشعة بلاش، في مضيفات طيران بيشتغلوا بالليل بلاش، في موظفات فنادق بيشتغلوا بالليل. إيش معنى التمريض اللي مسكته فيه؟ في بعض الأفلام بيجيب لك بنت قليلة أدب أصلاً وبعدين بيقول لك على فكرة بتشتغل ممرضة، علشان أنت تمسك المعلومتين وتركبهم على بعض، إنه أي واحدة قليلة أدب معناته ممرضة. زي مثلاً فيلم خليك في حالك إنتاج سنة 2007 بطولة أحمد عيد. في هذا الفيلم أحمد عيد إنسان قاعد في بيته بيطلع من الشباك بيلاقي صاحبه كل يوم مع بنت شكل بيجوا لحد البيت. ثاني يوم أحمد عيد نفسه خطيبته بصير عندها هذا السير، فبيدخل المستشفى يزورها بيكتشف إنه الممرضة اللي مستلمة حالتها نفس البنت اللي هي صاحبة جار. أنت مفكر السينما العربية تكلمت عن الممرضات البنات وسايب الشباب في حالهم؟
استنى شوي، في أي فيلم عربي لما تلاقي بطل الفيلم طالب طب وبدور على جثة عشان يشرحها ويتعلم فيها، أو بطل الفيلم إنسان مظلوم وبده جثة يرميها في أي مكان علشان يبلي واحد ثاني بتهمة قتل، فالمسؤول عن المشرحة ممرض وليس حارس عادي. على سبيل المثال عندك فيلم أنا مش معاهم برضو بطولة أحمد عيد إنتاج 2007. مين؟ أنا عمري منياوي عم عيد. عمري مين؟ المنياوي. زاوي أنا معرفش حد بالاسم ده. هم ليه مظبط ومسيطر؟ أنا عم بتاع الجثة. تعال عم عيد، تعال عم عيد، تعال عم عيد. إيه أخوانا؟ يوه صحتونا من أحلى نومة يا عم، يعني نايم في كارفور. عايز ايه؟ ومين اللي معاك دول؟ دول اصحابي يا عم عيد، هيثم فتحي وكريم حنة. امان يا عم عيد. عايزين ايه؟ الجثة يا عم عيد، الجثة. جثة ايه؟ ركز يا عم عيد وانت فارش بترنجات، الجثة جاهزة ولا لا؟ اه الجثة الا جاهزة وزي ما طلبت، طازة ما اتلمستش. طيب كيف كان الوضع فعليا؟ هل فعلا في الثمانينات ما كان في ممرضين عندهم كفاءة وعندهم علم وخبرة وقادرين انهم يستلموا مرضى؟ اسمع كتب التاريخ شو بتقول. مهنة التمريض كانت احدى ركائز النهضة بمهنة الطب في مصر بالعصر الحديث، وتحديدا عام 1831 حين قاد كيلوتبيك تلك النهضة التي اشتملت على تأسيس مدرسة للطبيبات ومدرسة للحكيمات أي الممرضات، والتي تحولت عام 1964 إلى مدارس للتمريض بنظام دبلوم السنوات الثلاث مع تطوير المناهج، وتم إنشاء معاهد عليا للتمريض في شتى محافظات مصر. وفي مطلع السبعينات تحولت مدارس التمريض إلى مدارس ثانوية مع تطوير المناهج وإضافة 66 مدرسة جديدة، ثم تم إنشاء كلية التمريض بأكثر من جامعة مصرية تعطي درجة البكالوريوس، وحاليا يوجد جامعات مصرية كثيرة تعطي درجتي الماجستير والدكتوراه أيضا بالتمريض. إذا ممرضات مصر من الستينات معهم بكالوريوس، فأنت ليش بتجيبهم في المسلسلات معهم مش دورة أسبوع؟ طبعا أكثر ناس انظلموا في الأفلام العربية هم ممرضين المستشفيات النفسية، يا إما بتلاقيهم ناس طول بعرض، هم معينين لأنه طول بعرض ما فيش معاه شهادة، شغلته يكتف المريض لما الدكتور بده إياه يعطيه جلسة كهرباء، أو يروح يجيب المريض من البيت يعرف يربطه مزبوط عشان ما يهرب منه، أو إنسان بس بيقول حاضر يا دكتور وبيعطي الإبرة للمريض، هو مش عارف هي منوم مسكن مانع حمل مش مهم. طبعا إلهم فيديو منفصل، هذول بدهم قاعد الحال. شوف هالمشهد من فيلم الهروب من الخنكة 1986. ممكن تكون هاي أفلام جادة أو ممكن يكون بعضها تراجيدي وقدمت الممرض بصورة تافهة بالغلط، يعني ما كانوش مركزين شوي هم بيكتبوا الفيلم. طب والأفلام الكوميدية شو عذرها؟ بعض الأفلام الكوميدية مثلا فيلم سمير وشهير وبهير، هذا فيلم جديد، تظهر فيه الممرضة على أنها إنسانة تافهة كل شغلتها في الحياة أنها تحب وتفكر في الحب وتحلم أنه بني آدم يحبها. أوكي ماشي، هذا بينك وبين حالك أنت حرة، لكن ليش تدخل على المريض وتقولي له أنا بتمنى أنك تكون بتحب؟ شو دخله؟ أنت لو شفت واحدة كل كلامها ليل نهار عن الحب شو راح تأخذ فكرة؟ يا إما قليلة عقل يا إما قليلة حياة، ما لهاش حل ثالث، يا إما بتحبني وبدها تضبطني من الآخر. من الأفلام الكوميدية كمان فيلم أنتج عام 2003 كان اسمه أوعى وشك. هذا الفيلم راح تحضره راح تضحك كثير، لكن الرسائل الخفية اللي بجوه الفيلم ما راح تفهمها بسهولة. في هذا الفيلم بيوريك الممرضة على إنها إنسانة انتهازية، درست تمريض بس عشان تشوف رجال كثير وتختلط فيهم وتختار منهم الزوج المناسب. أقسم بالله زي ما بقول لك هيك الفيلم معناه.
مريض معاه فلوس كثير بيدخل مستشفى خاص، بيطلع من المستشفى خاطب الممرضة. واضح انها هي مخططة للموضوع، لانها امها بتقولها شو ظروفه، بتقولها مقطوع من شجرة، يعني بقدر اكوش على كل فلوسه، انا اصلا عشان هيك ضحكت عليه. وبعد هاي اللقطة بعشر دقايق تكتشف انه نصاب وبتصير تعيط، فامها بتقولها ما لقيتيش غدا وتحبيه، فبتقولها يعني احنا اللي عدلين قوي. هذا الفيلم الوحيد اللي زي ما اهان الممرضة اهان اهلها كمان، انه كل واحد الممرضة اهلها ما بيستحوش. حتى لو كان الفيلم فيه لقطة لا تتعدى 5 ثواني بالمرة طلع إهانة للممرضين. أنا بنساش إشي في فيلم تتح إنتاج عام 2013، تتح بدخل على المستشفى ولا أقول لك شوف بعينك. لو سمحت حضرتك، هو حضرتك تلجت الميتين؟ تلجت يا جدعان. طب هو فين عم فكري؟ معرفش حد من اسمه. الحلو بالموضوع انها ما اعترضت، اكلت البهدل ومشيت. في القرن 21 بدأ الموضوع يكون علني، صرت تسمع مسبة التمريض بنفسك. فمثلا فيلم كلمني شكرا انتاج 2010 بطولة غادة عبد الرازق. في هذا الفيلم غادة عبد الرازق تتجوز بطل الفيلم عرفي، وهي بتكون طبعا غلطانة مع 500,000 واحد تقريبا. لما تروح تقول له اثبت زواجك مني في المحكمة وهو يرفض تعمل له فضيحة بالشارع. لما أخته الممرضة تتدخل بتقول لها والله العظيم ياما كتب عليه عطف وسرق مني العقد. ايوه صدقاش بقى دول ياما صدقاش هالكلام. ايوه ياما هو ده كلام يتصدق؟ انت جاي كلمة ملاك يا عيني على ايه؟ ما كل حاجة عارفة مشيك البطال يا حتى انت يا ممرضة يا وسخة. ده انت يا بنت ما تسويش تراكع بنفسها النسوان وحياة امك وحياة انت يا عشان. يلا يا مريم مفتوحة هذا هو حرفيا عندما تتحدث عن الشرف. يعني هي عادي تغلط مع كل سكان الجمهورية، لكن هذيك تكون ممرضة وتشتغل بأدب؟ لا. وكأنه الفيلم بيقول لك انه الست اللي عاملة زي هيك اشرف من الممرضة. وليش نروح بعيد؟ ما هي انحكت بالحرف في فيلم تاني، هاحة وتفاحة انتاج عام 2005. تفاحة تتفاجأ انه اخوها اتزوج رقاصة، فبتقول له انت ما لقيتش غير رقاصة، فالرقاصة بتقولها انا اشرف منك. نفس المعنى تقريبا انحكى في ثانية من مسلسل نيلي وشريهان انتاج 2016. الممثلين بدهم يدخلوا مخفر شرطة، مش عارفين كيف بدهم يتنكروا، فواحد فيهم بيقول للثاني البسوا طقم ممرضات، فهي بتقول له ممرضات القرف ده، انه يعني شو مالهم الممرضات؟ هو قال لك البسي شحادة. هم هيلبسوا ضباط، انا وانت هنلبس ايه؟ مضيفات؟ يا ريت اوطان وممرضات. ما تلم نفسك يا ضد ده، مالك موبيع كده ليه؟ ممرضات. في بعض الأفلام بنشوف الممرضة بتتبهدل وما بترد. الناس بيقولوا الله يعينهم التمريض، والله بتحملوا المريض لما يكون تعبان ولما يكون زعلان ولما يكون مش طايق حاله. انتوا فاهمين الموضوع غلط. أنا بتحملك لما تكون مش بوعيك، مش لما تكون أنت شايف حالك ومفكر حالك أحسن من الناس، وقتها بيطلع لي أحبسك. مثلا فيلم العالمي إنتاج 2009، في هذا الفيلم بتلاقي ممثل يقوم بدور لاعب كرة قدم، صار معه حادث سير دخل مستشفى، فلما يسأل الممرضة حدا سأل علي وتقول له لا يضربها. لحد الآن تمام ممكن تحصل، لكن إنه الممرضة تسكت له وتطلع برا وتقول أنا زهقت من هذه الشغلة، طب رد عليه في وجهه. فكرة ثانية ركزت عليها الدراما العربية إنه الممرضة ممكن تتعرض للتحرش من أي زميل إلها في العمل. نفس الفيلم اللي جبنا سيرته قبل شوي حاحة وتفاحة، منلاقي انه الممرضة بيشتغل معها طبيب وهو حابب يتجوزها، لكن واضح عليه انه مش مظبوط، يعني بالعربي راح يتجوزها يومين ويرميها. في بعض الافلام الثانية بتلاقي انه الممرضة قالت لحالها انها تتجوز من دكتور، اشمعنى دكتور ما حداش بيعرف. زي مثلا فيلم علي سبايسي للمطرب حكيم انتاج 2005. ده البلطو وسخ خالص خالص. ماي كمان يا كمان خالد طبق مستور حاجبك حاجبك هاتك اسنان.